greater distance between them طبعا لازم وانا بدرس relation between volume and temperature أتأكد ان ال pressure constant وال of moles of gas is constant وانا بعمل التجربة بمعنى ان انا لما اجي ارسم جراف بلاقي ال temperature and the volume are directly proportional to one another ولكن هنا لازم في حاجة مهمة نخلي بالنا منها ان التمبريتشر ماست بي كونفرتد تو كيلفنز طبعا الكيلفن احسن من استخدام سيليزياس از ا ديجري اوف تمبريتشر ليه لان الزيرو كيلفن از كولد ابسولوت زيرو بمعنى ات ابسولوت زيرو أجاز هاز نو فوليوم ثيوريتيكالي وبالتالي نلاقي أن volume is directly proportional to temperature وإذا استعملنا القانون ده لازم نحول temperature from celsius تو kelvin طبعا إحنا لو عملنا heating لأي جازس it will expand as the pressure is constant بمعنى ان البريشر ثابت وسخنا هيحصل expansion للجاز ده as increase in volume وبالتالي v divided by t equal constant ولو رسمنا relation between the volume and temperature in Celsius degrees هنلاقيها زي الصورة اللي قدامنا دي بمعنى ان البريشر ثيوريتيكالي بي زيرو ات نيجاتيف 273 طبعا لو استخدمنا temperature system, سيستم وي كود اند اب negative نيجاتيف when we using شارل جاز لو عشان كده احنا محتاجين نيو سكيل وبالتالي they invent Kelvin temperature scale. Kelvin temperature scale has no negative value بمعنى إن ال absolute zero equal negative two hundred seventy-three Celsius and equal zero Kelvin. The lowest possible temperature for this system is zero. طبعا ده example لشارلز لو والحل بتاعه. طبعا دلوقتي هناخد بعض الاكزامبلز على شارلز لو بس لازم نكون عارفين ان the Kelvin temperature of a gas is directly related to the volume as the pressure and the number of moles are constant so when the temperature of a gas increases its volume increases also طبعا نخلي بالنا كويس قوي واحنا بنحل المسائل اوف شارلز لو بي شور تو يوز كيلفن تمبريتشر ان جاز كالكوليشن طيب لو هو الدهاني بالسليزيوس لازم احولها للكيلفن وكمان ناخد بالنا ان الميجرنج يونت اوف فوليوم في التو سايدز اوف ايكويجن لازم تبقوا ايدنتيكال يبقى اخد بالي كويس ان وانا بشتغل داخل تشارلز لو لازم تكون التمبريتشر بالكلفن طيب لو طلب في المالتيبل تشويس التمبريتشر بالسيليزياس بعد ما اطلع الريزلت بتاعتي من ال تشارلز لو احولها تاني للسيليزياس ديجري طبعا هنا في بعض الامثله We only use the gas law to complete the sentences with increase or decrease حاول نفكر كده رقم A pressure طبعا increase when V decreases رقم B when T decreases volume decreases رقم C pressure decreases when volume change from 12 liter to 24 لتر دي فوليوم انكريزز هو انتي تشينج فروم 15 50 15 تو uh, 45 طبعا في بعض الاكزامبلز الاضافية ولازم نلاحظ في الاكزامبلز اللي جاية دي كويس قوي ان انا لازم convert سليزياس تو كيلفن وده بيتم عن طريق ان انا باخد الدجري باي سيليزيوس بلس 273 ايكوال الدجري اوف كيلفن والتحويل ده شيء اساسي لحل اي مسألة بتيجي على شارلز لو مش من الممكن ان انا اشتغل بالسيليزيوس لازم اشتغل بالكلفن طبعا هيجي لي اكزامبل بتاع هوت اير بالون كونتين بروبان بيرنر اون بورد طبعا احنا عارفين باي هيتينج بيحصل اكسبانشن للجاز يعني انكريز في الفوليوم بعد كده هنخش على اكسبيرمنت بتوضح لي تشارلز لو ولكن عن طريق الانيميشن ال دي اللي قدامي بيوجد فيها mercury red trapped in capillary tube طبعاً بنلاحظ كل أما أعمل heating طبعاً التمبريتشر يزيد وبالتالي الفوليوم يزيد وبالتالي بيحصل إيه upward movement ل mercury ريد بعد كده هندخل على تجربة جميلة برضو التجربة اللي جاية دي بتوضح إيه اللي هيحصل لي بالون put in a glass of water contain hot water طبعا إحنا عارفين إن temperature انكريز الفوليوم volume وبالتالي هيحصل expansion للبالون until explode يعني تنفجر طيب if we put البالون ده في الفريزر يعني decrease temperature بيحصل ان التمبريتشر تقل فيحصل للفوليوم انه يقل decrease in the same time بمعنى الاتنين directly proportional temperature and volume يعني البالون هيحصل لها shrinkage والانيميشن الجاي ده بيوضح كده we conclude from that experiment ان البالون air temperature is inversely proportional to البالون air volume لان لما بنزود the temperature بيزيد الكينيتك انرجي بتاعه الجاز مولكيولز وبتزيد الريت اوف كولوجن بتوين ذس مولكيولز اند البالون وول وبالتالي هيحصل لها اكسبانشن از وي ديكريز التمبريتشر اوكير ذا اوبزيت بمعنى ان الفوليوم يبدا يقل فيحصل لها شرينج and the kinetic energy decreases and the collusion rate also decreases at the end of this video thank you for listening and goodbye for the next video mr michael han with my best wishes for you and i hope you great success and best of luck. Thank you.